حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد تجار ومروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تداعياتها السلبية استطاعت خلالها أن تحقق نتائج إيجابية، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين بنطاق محافظة الإسماعيلية. على الفور وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة فايد اتخذها عناصر التشكيل وكرا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة والترويج. أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط للمزرعة المستهدفة عن كشف عدد من المخازن السرية للمواد المخدرة بداخلها قرابة طن من مخدر الحشيش المعبأ داخل أجولة، فضلا عن ضبط أكثر من 243 كيلوغرام من مخدر الهيروين و14 كيلوغرام من مخدر الأفيون. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من المواد الخام والمكابس والقوالب التي تستخدم في عمليات إعادة تدوير وتصنيع مخدر الهيروين، وعثر بالمخازن على 9 بنادق آلية وطبنجة وأكثر من 1000 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 110 مليون جنيه. ومع تواصل ضربات الإدارة ضد تجار ومصنعي المواد المخدرة استهدفت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية إحدى البؤر الإجرامية لتصنيع المواد المخدرة بالعاشر من رمضان والتي يتخذها بعض العناصر الإجرامية وكرا لتصنيع عقاري التامول والكبتاجون. وتمكنت من ضبط قرابة 300 ألف قرص مخدر لهذين العقارين وكذا المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 17 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية الناجحة تسهم في تجفيف منابع المواد المخدرة بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.